مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. بداية نرحب بضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي السيد عزيز جبر، مرحبا بك. سيد عزيز، أبدأ معك من السبب وراء عدم تحديد المحكمة الاتحادية لنسبة العدوى الفرز اليدوي، خاصة يعني أنه كان هنالك لربما تصريحات من قبل بعض النواب بأن المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة فيما يخص هذا الموضوع. صحيح لك سيدتي الفاضلة والمشاهدين الكرام، موضوع العدوى الفرز اليدوي حدثت بشأنه عدة تفسيرات، لعل أهمها هو أن البعض يرى في أن القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية ممكن أن يفسر على أنه عدوى فرز جزئي، بينما آخرون يرون بأن العدوى الفرز هو كلي، وكلا التفسيرين أنا من وجهة نظري أعتقد أنهما صحيحان. لأن رأي المحكمة الاتحادية لم يكن بالوضوح الكافي بحيث أنه يعطي الانطباع أو ممكن أن يكون منقاطعا يستدل به على الإجراءات اللاحقة. اليوم نلاحظ أن هناك ربما توجه إلى هذه المسألة فقط سيكون هناك عد شامل بالنسبة إلى المراكز أو المحطات التي فيها خروقات جدية. وهذا أيضا سيثير مشاكل جديدة، ومع ذلك نحن ننتظر في النهاية نتائج العدوى الفرز، وبعد ذلك إلى إرسالها إلى المحكمة الاتحادية لكي تصادق عليها، وعند ذلك ممكن أن يكون هناك آراء أخرى قد نجدها لدى الكتل السياسية من خلال التحالفات التي ستحدث بعد إعلان النتائج. لكن سيد عزيز، يعني لماذا لا يتم البت من قبل المحكمة الاتحادية بهذه النسبة وترك المجال اليوم مفتوح أمام التفسيرات والتأويلات، وأيضا يعني قد يؤدي ذلك إلى أن تحوم الشبهات اليوم والشكوك بمصداقية المحكمة الاتحادية؟ وأعود بالسؤال إليك إلى يعني إذا ما كانت هذه المحكمة فعلا تتعرض لضغوط تمنعها من البت بنسبة العدوى الفرز اليدوي. أعتقد الضغوط التي واجهتها المحكمة الاتحادية هي ضغوط هائلة جدا، لا سيما بسبب تقارب النتائج بين المرشحين، والكتل أصبحت كلها تقريبا قادرة على أن تجمع أطراف أخرى لكي تشكل الكتل الأكبر. ولكن مع ذلك تبقى المحكمة الاتحادية من وجهة نظري هي الفيصل في هذا الشأن، ونحن نعلم جيدا وكنا متوقعين أن قرار المحكمة سيكون بهذا الشكل، إذ أن الضغوط أساسا هي موجهة من طبيعة الذي حصل من تزوير وكذلك من عزوف ناخبين وضغوط دوليه واقليميه، ولا سيما ضغوط من الامم المتحده والتقرير الذي قراه السيد يانكوفيتش في مجلس الامن بسبب الانتخابات، كلها هذه الامور عوامل ضاغطه ادت الى ان تخرج بهذا الراي الوسطي والذي ممكن ان يرضي جميع الاطراف. ولكن كما هو معروف هناك المثل الذي يقول ان رضا جميعا غاية هدف لا يدرك، او انه غاية لا يمكن بلوغه، ومع ذلك حاولت المحكمة الاتحادية في هذا الشيء. يبقى قضية اطاعة القرار من عدم اطاعته هذا شأن الكتل السياسية، ومع ذلك ارى ان الجميع الان تقريبا مقتنعين بالرأي الذي عرضته المحكمة الاتحادية، مع ملاحظاتهم التي ربما ستظهر بعد اعلان النتائج من قبل طواغية جديدة المنتدبة، ربما تكون هناك اعتراضات ليس على قرار المحكمة الاتحادية وإنما على النتائج. سيد عزيز، يعني دعنا نأتي إلى التفاهمات السياسية، هذه التفاهمات التي كانت بين سائرون والنصر وكذلك بين سائرون وكتل سياسية أخرى، اليوم هذه التفاهمات يسودها شيء من الضبابية بالنسبة للوسط العراقي، فيما إذا كانت هي تفاهمات فقط على تسمية رئيس الوزراء القادم، أم فيما إذا كانت هي تفاهمات فقط على البرنامج الحكومي المقبل؟
لحد الآن لا أرى أن هناك تفاهمات على البرنامج، وإن كان الجميع يقول هذا الأمر، لأننا من خلال متابعة مجريات الأمور وربما من خلال التسريبات ومن خلال علاقاتنا عرفنا بأن الموضوع هو صب أساسا على شخص رئيس الوزراء، من سيكون رئيس الوزراء القادم. وهذا الأمر هو اللي راح يحسم بالنتيجة التحالفات. الآن هي تفاهمات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني بين الإسلاميين والعلمانيين والشيوعيين، وكذلك أيضا من القوى الكردستانية. هذه كلها الآن لم تتفق على من سيكون رئيس الوزراء القادم. ولكن من خلال قراءاتنا نرى أن حظوظ السيد الإعدادي ربما تكون أكبر من الجميع، لأن لا يوجد لحد الآن لشخصية ممكن أن تنافس السيد الإعدادي لا داخليا ولا إقليميا ولا دوليا، إذ أن الجميع عليهم مشاكل كثيرة. كل الأسماء المطروحة فيها مشاكل، سواء في الداخل فيها الفساد أو أن تكون علاقات غير متوازنة إقليميا ولا دوليا. قسم من أغلب الشخصيات مقبولة إقليميا وغير مقبولة دوليا. هذه كلها العوامل تصب في خانة السيد الإعدادي. الأمر الآخر، أنا من وجهة نظري أعتقد هذه التحالفات لا زالت لحد الآن سيالة، وربما سنعود مرة أخرى إلى الاستفافات الطائفية من خلال إحياء التحالف الوطني عبر تكتل شيعي واضح يسعى إليه الآن تيار أو كتل الفتح، ربما تيار دولة القانون أو كتلة دولة القانون، وقد يحصلون على تأييد من بعض القوى الكردستانية ولا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني وربما بعض القوى الأخرى. مع ذلك نحن مقبلون على استفافات طائفية وعرقية جديدة لا تعدو ظاهرة المحافظة التي أصبحت ملازمة للعملية السياسية. سيد عزيز، يعني دعني أعود بك إلى مسألة يعني احتمالية تولي السيد العبادي لولاية ثانية. يعني هل توافق في من يرى بأن إذا ما تولى السيد العبادي الولاية مرة ثانية، هل سيكون ذلك نظرا لمقبولية السيد العبادي إلى حد ما بين الأوساط السياسية العراقية اليوم، أم أنه لربما قرار باستكمال السيد العبادي للإنجازات التي تحققت في الفترة التي تولى بها هذا المنصب، وكان هنالك يعني من أبرز هذه الإنجازات هي محاربة تنظيم داعش؟ أعتقد السيد العبادي إنجازات المرحلة الأربع سنوات التي أمضاها تؤكد أنه قد قدم شيئا. نعم، هو لم يكن البطل الوحيد، وإنما هو من ضمن مجموعة عراقية حاملات وإرهاب العراقي كلهم لمحاربة الإرهاب. إنجاز إنهاء صفحة الإرهاب أعتقد هذا يسجل لكل العراقيين، يعني وليس للسيد العبادي. صحيح أنه كان القائد العام للقوات المسلحة، ولكن لم يكن هو الشخص الوحيد أو صاحب الفضل الأكبر، ولكن في حقيقة حصل هذا الشيء. الأمر الآخر أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العراق خلال فترة انخفاض أسعار النفط بشكل حاد تمكن من تجاوزها بإجراءات واضحة وعملية، أدت بالنتيجة إلى العبور من مرحلة الانهيار الاقتصادي إلى مرحلة لا أقول الانتعاش، ولكن مرحلة متقدمة على المراحل السابقة. كذلك أيضا المقبولية، هذه المقبولية التي أشرنا إليها ممكن أن ترجح فكرة السيد العبادي. ومع ذلك المفاجآت موجودة، لأنه قد تفاجئنا الكتل أن تعود مرة أخرى إلى المحافظة التي رفضها السيد العبادي في خطابه في النجف الأشرف قبل كم يوم. ولكن مع ذلك أنا أرى أن المحافظة ربما سنعود إليها مرة أخرى، وستكون هي السائدة خلال المرحلة القادمة، سواء تولى السيد العبادي رئاسة الوزراء. نعم سيد عزيز، ابقى معي، ويعني أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد جاسم الموسوي المحلل السياسي من بغداد. سيد جاسم، يعني بما أنه تم
البت بموضوع إعادة العدوى الفرز اليدوي للانتخابات العراقية بغض النظر عن تحديد النسبة لإعادة العدوى الفرز، لماذا لا يتم المباشرة بهذه العملية خاصة وأن الإجراءات قد اكتملت وتم انتداب القضاة المسؤولين والمشرفين على هذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه حضرتك الى الدكتور عزيز الدرشي. يعني بكل تاكيد ما تسرب يعني اليوم ويوم امس ان المفوضيه او دعيني اقول المنتدبين نيابه عن المفوضيه من القضاه سيبداون العد والفرز، لكن كان يتوقف ذلك على التعديل الذي تبناه البرلمان العراقي وان يكون العد والفرز شامل باعتبار ان القضاء قد اتخذ جزء اخذ الفقره الاولى وهي الحد والفرز شاملا، ثم ذهب بالفقره الرابعه والخامسه الى ان يكون الحد والفرز في المناطق التي يشك فيها تزوير او ذات يعني العلامات الحمراء او الاثرام الاحمر. نعم. ولذلك هذا التوقف توقف على راي البرلمان العراقي. بكل تاكيد لا احد يختلف ان هناك يعني حدث تزوير في الانتخابات، ولكن لم توضح هناك اولويات لتقييم وتقدير ما تبقى من امر البرلمان واستحقاق دعيني اقول النواب الجدد الذين يجب ان يتم تصديق حقيقه نتائج الانتخابات على ان هؤلاء يقضون بشرعيه الوجود من خلال التوضيح من قبل المحكمه الاتحاديه. سندخل في اشكال كبير جدا، سواء جرى العد والفرز الشامل، وتعرفين الفريقين يملكون اوراق. الفريق الاول الذي يطالب بالعدل والفرج، واقولها بكل صراحه، كان القضاء يعني شاطرا وناجحا عندما اخذ البعد القانوني والسياسي مره اخرى في يعني فيما ذهب اليه. الاول يملك الان شرعيه الوجود باعتبار هؤلاء النواب يستطيعون حقيقه اذا لم يصلوا الى نتائج من تدوير الانتخابات، وتدوير الانتخابات امر يعني متوقع. نعم، لكن سيد جاسم يعني نجح في الانتخابات. نعم، هذا اسمحي لي في هاي النقطة اللي اخشاها، انا ما اخشى ان الفريق الاخر يملك الشارع ويملك ايضا السلاح. يعني لا اخفيك قد نذهب احتقان مع نتائج هذا العدو والفريق، قد لا يقبل الفريق الفائز وقد لا يقبل ايضا الفريق الخاسر، ولذلك نحن في متاهة. نعم نعم سيد جاسم، يعني بناء على ما تتحدث به يعني من الواضح للجميع بأن إعادة العدوى الفرز سيأخذ الوقت الطويل، وهذا يعني يصب في نطاق الحديث عن تجاوز الفترة القانونية لعمر البرلمان. لكن السؤال هنا، هل بحثت القوى السياسية العراقية اليوم لربما مخرجا من هذه الأزمة، خاصة وأن يعني الكثير يتحدث عن فراغ دستوري في العراق إذا ما انتهى عمر البرلمان ولم يتم الحديث أو إيجاد مخرج لهذه الأزمة؟ يعني لا يختلف الطالب أن هناك مشكلة حقيقية، سواء في البعد الدستوري القانون الذي سندخل فعلا في فراغ دستوري إذا ما تجاوزت أو تجاهلت السلطة التشريعية الحالية ما تبقى من عمرها وبالتالي شكلها الى التمديد، اعتقادا منها ان العراق دوله برلمانيه وبالتالي يجب ان تعطى دكتاتوريه القرار للنظام البرلماني، وهذا خطا كبير جدا. يعني اذا كانت الان حتى انا يوم امس كنت على احد الاذاعات قلت اذا كان النظام الرئاسي الذي يحط الرئيس التمديد لنفسه بتجاوز القانون والدستور، انا باعتقادي ان هناك معركه صفريه، معركه وجود على السلطة التشريعية وبالتالي السلطة التنفيذية بين خاسرين يعتقدون أن هناك يجب أن يكون إصرار على إعادة العد والفرز وبالتالي يكون هناك تأخير، وسيصبح هذا التأخير بتمديد أمر البرلمان تحت مبررات كثيرة وأكاد يعني ألزم أنها مبررات غير صحيحة، باعتبار أن حتى إذا ما بقيت إحدى السلطات وهي يعني السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية مع وجود هيئات مستقلة كهيئة النزاهة المفتش العام وديوان الرقابة، هذه كفيلة بأن تحمي حقيقة الدولة العراقية من خروج الحكومة إذا ما خرجت. ولذلك أنا أعتقد من وضع السادة النواب في أولوياتهم أن عملية الانتقال إلى البرلمان الجديد يجب أن تقبل. هناك إصرار وإلحاح، وهذا الإصرار والإلحاح قد يذهب بنا إلى طريق مزيد. لا أعتقد أن نتائج الحد والفرز أو ما يذهب إليه أحد الفريق
سيذهب باتجاه الاستقرار. هناك تعنت وهناك عناد، وللاسف الشديد اقول هناك ضعف في التاثير الخارجي والداخلي على بعض القوى التي لا تريد حقيقه ان تخلق استقرار، ونحن تعرفين بانفس الحاجه الى عمليه الاستقرار. نعم. السيد جاسم الموسوي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعود لي السيد عزيز جبر. يعني سيد عزيز، في سؤال أخير وحول ما كنا نتحدث به عن ولاية ثانية للسيد العبادي، يعني من أحد الأسباب التي اليوم ترشح السيد العبادي لولاية ثانية في الأوساط السياسية العراقية هي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، لكن اليوم هنالك عودة للعمليات الإرهابية من قبل فلول تنظيم داعش في بعض المناطق العراقية وعمليات خطف واغتيالات وجرائم إرهابية. اليوم هل من الممكن لمثل هذه العمليات أن تقلل من حظوظ السيد العبادي في الولاية الثانية، خاصة وأن السيد العبادي خرج على المجتمع الدولي وخرج على الأوساط السياسية المحلية العراقية وتحدث عن نهاية كاملة لهذا التنظيم؟ نعم سيد عزيز، هل تسمعني؟ نعم، كنت معنا المحلل السياسي عبر الهاتف السيد عزيز جبر، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي مباشرة الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد الخضر، مرحبا بك معنا. تحياتي لك أختي الفاضلة ولقناتكم الكريمة، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد أحمد. أبدأ معك من العد والفرز اليدوي، هذه المسألة التي يعني لا يخفي على أحد بأنها ستأخذ الوقت الطويل اليوم من العمر السياسي العراقي، لكن مثل هذه المسألة اليوم تطرح ملفات عديدة على الساحة العراقية، جميعها ملفات شائكة يعني ومعقدة. طبعا انا اريد ان اناقش الملفات الموجوده في الساحه السياسيه، هي ملفات شائكه كما قلت، وربما هناك ملفات اكثر تعقيدا من العدوى والفرز، لكن مشكله العدوى والفرز الحقيقه مشكله كبيره جدا، يجب ان يعني نذهب اليها، يجب ان نصفرها، يجب ان ننتهي منها بموجب اليه صحيحه ترضي جميع الاطراف عندما يكون هناك عدوى وفرز بصوره شفافه وبصوره واقعيه، نستطيع ان نرسل رسالة اطمئنان إلى جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية بأن تكون هذه العملية هي بداية لتأسيس يعني حكومة وطنية صحيحة تبنى على أساس صحيحة وليس على أساسات يشوبها بعض الشكوك ويشوبها بعض الأمور التي قد لا تريح هذا الطرف أو ذاك، لأننا تعبنا من موضوع الصراعات السياسية وفقدان الثقة بين الكتل السياسية الذي انعكس يعني سلبا على الواقع العراقي وعلى الشارع العراقي وعلى الفرد العراقي وقاده إلى متاهات ومشاكل سببت له الكثير من الأزمات، سببت له الكثير من الأمور التي عانى منها ما عانى في الفترات السابقة. وبالتالي نحن يجب أن نكون نأخذ درسا من كل هذه الظروف التي مرينا بها ولا نكرر الأخطاء، وتكون بداية العملية صحيحة وأن تكون لا تبنى على الغلط. نعم. عمليات العد والفرز التي أقرها القانون وأقرتها المحكمة الاتحادية ربما بدأت فعلا أو ستبدأ، وما ينتج عنها هو الذي سوف يؤسس لعملية سياسية. نعم. جميل صحيحة. لكن سيد أحمد، يعني هنالك من يتحدث بأن المحكمة الاتحادية لم تحدد نسبة العد والفرز اليدوي، وهو ما دعا بعض النواب للحديث عن ضغوط تتعرض لها المحكمة الاتحادية وضغوط كبيرة جدا. يعني كما قلت يا أختي الفاضلة، بعض النواب تحدثوا عن ضغوط، لكن المحكمة الاتحادية وحسب علمي هي يعني مستقلة في قراراتها وهي قوية أيضا في قراراتها. نعم لم تحدد عدد الصناديق التي سوف يكون فيها العدوى الفرز، لم تحدد النسبة، لكن سمعنا توضيحات أن العدوى الفرز سوف يكون في المحطات التي عليها طعون والمحطات المشكوك فيها، وأعتقد هذا الإجراء يعني جيد إلى حد كبير بحيث يجعلنا نتأكد من هذه المحطة التي راودت يعني عليها الشكوك وكانت عليها هناك الشكاوي وكانت عليها بعض الأمور المتخالف عليها، هي التي سوف تعد، هي التي سوف تخضع لعمليات العد والفرز، وبالتالي ممكن أن نتأكد عمليات عد والفرز من هذه المحطة
التي كانت لديها طعون، ممكن أن نخرج بالأصوات الصحيحة، ممكن أن نخرج بالنتيجة الصحيحة من هذا المحطة أو هذا المركز التي كانت فيها الشكوك. نعم، يعني للخروج من هذه الصراعات سيد أحمد، اليوم هنالك تفاهمات سياسية يعني كانت بين سائرون والنصر وسائرون وكتل سياسية عراقية أخرى، لكن التساؤل اليوم هل هذه التفاهمات تأتي ضمن الحديث عن رئيس الوزراء المقبل أم الاتفاق على برنامج حكومي معين؟ لحد هذه اللحظة المفاوضات جميعها لم تطرح شخص رئيس الوزراء المقبل، بس لكن فقط طرحت برامج سياسية، طرحت النهج السياسي القادم للمرحلة القادمة، كوداً المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة وحرجة، فيها المفروض صيانة النصر على داعش، فيها أيضاً عملية تعزيز الأمن، فيها عملية أيضاً تعزيز الاقتصاد، فيها أيضاً عملية تعزيز العلاقات الدولية والعربية، كل هذه الملفات تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى إدامة، وبالتالي تحتاج إلى برنامج حقيقي وواقعي قابل للتنفيذ لجميع الأطراف. لحد هذه اللحظة يعني جميع الكتل طرحت أسماء وسمعنا أسماء في الإعلام عن الشخصية الفلانية، نعم. وربما لكن سيد أحمد اليوم يعني هنالك ترجيح مع المشاهدين، نعم اليوم هنالك ترجيح بتولي السيد العبادي وهو حديث رائج في الأوساط السياسية العراقية عن تولي لولاية ثانية. نعم هذا ما قاطع هذا نعم هذا ما قاطعتي يعني ما قاطعتيني فيه أختي الكريمة، أنا استرسلت في الكلام وقلت ربما السيد رئيس الوزراء هو صاحب الحظ الأوفر في تولي يعني رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، نظرا لما يتمتع به من مقبولية دولية ومقبولية سياسية داخلية ومقبولية إقليمية ومقبولية يعني عربية، لكن هناك بعض الخلافات عند الكتل السياسية، عند بعض العثرات التي يعني واجهت السيد رئيس الوزراء، وبعض المشاكل التي كانت في طريق السيد العبادي الذي لم يجد لها حلا لحد هذه اللحظة، وهي ما تثير المخاوف لدى الكتل السياسية وتريد في الفترة القادمة ضمانا فعليا بأن يكون السيد رئيس الوزراء القادم سواء كان العبادي أو غيره قادرا على حل هذه المشاكل، وهي مشاكل طبعا كبيرة جدا، أحدها النازحين، أحدها المدن التي يعني عانت من الأرهاب والخراب، وأحدها نتائج الحرب على داعش، هي كثيرة الحقيقة الملفات. نعم يعني سيد أحمد عذرا على المقاطعة، لكن حتى يتسنى لنا مناقشة أكبر قدر من الملفات في هذه الحلقة، يعني بالعودة إلى الحديث عن ترجيح تولي السيد العبادي لولاية ثانية، اليوم كما ذكرت قبل قليل هنالك مقبولية إلى حد ما للسيد العبادي في الأوساط السياسية والدولية كذلك، وأحد هذه الأسباب كان مردها إلى أن القضاء على تنظيم داعش كان في عهد ولاية السيد العبادي لرئاسة الوزراء، لكن اليوم ما يجري على الساحة العراقية هو عودة للعمليات الإرهابية من قبل فلول تنظيم داعش في العراق، هل باعتقادك مثل هذه الحوادث من الممكن أن تقلل من مقبولية السيد العبادي لتولي الولاية الثانية من رئاسة الوزراء أم ماذا؟ يعني للأسف الشديد شهدت الفترة الماضية القليلة الحقيقة خروقات أمنية كبيرة جدا انعكست سلبا على الشارع العراقي، وأصابت يعني أصابت الناس والجمهور ببعض من شعور الإحباط، يعني كانت عمليات إعدام المختطفين، كانت بعض العمليات هنا وهناك، يعني بالتالي الحقيقة هي أثرت الحقيقة لكن لم تؤثر بشكل كبير، أثرت على حظوظ السيد العبادي، وبات الشارع العراقي يطرح يعني ويعني يرسل رسائل أن هذه الحكومة يعني غير قادرة على صيانة الأمن، هذه الحكومة غير قادرة على تعزيز حالة الأمن، لكن بالواقع وفي المجمل أن الحقيقة هذه العمليات وإن أثرت على حظوظ السيد العبادي إلا أنه لم تقف ولم تكن خطا أحمر في سعيه لتولي ولاية ثانية. نعم هي أثرت بشكل نسبي لكن لم تؤثر بشكل كبير على حظوظ السيد العبادي في تولي الولاية الثانية، ما زال السيد العبادي وحتى هذه اللحظة كما قلت لك أختي الكريمة يتمتع بمقبولية دولية ومقبولية وطنية ومقبولية إقليمية وعربية لحد هذه اللحظة. العمليات الإرهابية والخروقات الأمنية الأخيرة للأسف الشديد أثرت، نعم أثرت على حظوظ السيد العبادي، ولكن حظوظ السيد العبادي ما زالت قوية لحد هذه اللحظة. نعم سيد أحمد في سياق الحديث عن التفاهمات السياسية الحالية اليوم، كيف تقرأ ابتعاد السيد المالكي عن هذه التفاهمات، و هناك تسريبات إعلامية تتحدث بأن للكتل السياسية
شروط على دولة القانون للدخول في تحالفات معها؟ طبعا هناك الكتل السياسية هي دائما طبعا منهمكة في المفاوضات، ولم تنقطع ربما يعني يوما واحد على المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة. طبعا دولة القانون جزء من هذا الحراك وجزء من هذه المفاوضات، وله برنامج وله شروط وله أمور معينة. الحقيقة الكتل السياسية عرضت على ائتلاف دولة القانون الانضمام إلى تحالف سائرون وتحالف النصر وتحالف الحكمة، ولحد هذه اللحظة دولة القانون أكد أن يعني لا خطوط حمراء على الانضمام لأي تحالف، لا خطوط على الحمراء في تشكيل، لأن يكون ائتلاف دولة القانون جزء من أي تشكيل وطني أو كتلة وطنية. لكن الحقيقة دولة القانون يعني ما زال يحتفظ ببعض النقاط التي يريدها في البرنامج التي سوف يتفق عليه، ربما يحتفظ حتى في اختياره لشخصية رئيس الوزراء القادم. سمعنا اليوم أن هناك تسريبات من دولة القانون أنها ترغب بترشيح السيد خلف عبد الصمد كرئيسا للوزراء، نعم، ومنافسا للسيد العبادي في المرحلة القادمة، وتريد أن تطرحه بشكل رسمي على أي كتلة تريد التفاوض معها أو أي كتلة تريد الانضمام إليها. إلا هذا لم يؤكد في بيان رسمي لدولة القانون لحد هذه اللحظة، لكن المؤكد أن دولة القانون لديها بعض النقاط، لديها بعض الشروط، ومن ضمن هذه الشروط ومن ضمن هذه النقاط، نعم، أن تكون لديها اليد الطولة أو تكون لها الرأي القوي في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم. نعم سيد أحمد، دعنا نتابع هذا التقرير ونستكمل بعده الحوار. أثار مقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية الذي حمل توقيع 60 نائبا عاصفة من الانتقادات، فعلى الرغم من تصريحات رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن التمديد هو لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن الدولة خلال عملية العد والفرز، وأنه سيكون دون أعباء مالية ومتوازيا مع عمر السلطة التنفيذية، إلا أن الكثيرين اعتبروه سابقة خطيرة وخرقا دستوريا. خبراء مختصون قالوا إن تمديد عمر المجلس مخالفة دستورية للمادة 56 من الدستور العراقي لا يجوز بأي حال من الأحوال، مشيرين في الوقت نفسه إلى إمكانية تكوين حكومة تصريف أعمال حسب المادة 64 من الدستور لحين مباشرة البرلمان الجديد كما حدث عام 2010، حين استمرت الحكومة لثمانية أشهر دون عقد مجلس النواب أي جلسة. النواب الذين رحبوا بالقرار قالوا إن من حق مجلس النواب تمديد المدة القانونية لجلساته لتفادي حصول فراغ دستوري في البلاد بعد انتهاء عمر الحكومة والمجلس، لا سيما إن جملة من المشكلات تعصف بالبلاد كأزمة المياه، فيما لوح نواب آخرون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت في مسألة تمديد عمر المجلس باعتباره مخالفة للدستور. هذا ويسعى البرلمان لتمديد عمره من 4 إلى 5 أشهر إضافية، إذ يرى أن مصلحة العراق العليا تستوجب استمرار عمله إلى جانب الحكومة لحين المصادقة على نتائج الانتخابات. أعود لك سيد أحمد، يعني هل الوضع الحالي أو الاستثنائي الذي يمر به العراق في الفترة الحالية يعطي البرلمان المبرر لتمديد عمر هذا البرلمان لمتابعة عمليات العد والفرز ويعني استكمال دوره اليوم على مؤسسات الدولة؟ يعني إذا قلنا يعطي المبرر فإن المبرر وحده لا يكفي. نعم. اليوم نحتاج إلى قانون أو نحتاج إذا تغيير في الدستور لتمديد عمر البرلمان. نعم. أي تمديد في عمر البرلمان أكثر من دورته البرلمانية هو في الحقيقة خرق دستوري واضح. نعم. لأن المحكمة الاتحادية قد فسرت المادة 56 قبل عدة أيام وأصدرت توضيح شامل وتوضيح يعني يضم كافة النقاط، وأكدت فيه أن لا يجوز تمديد عمر البرلمان بأي حال من الأحوال إلا بعد تغيير المادة الدستورية الخاصة في هذا الأمر. نعم. وبالتالي أن تشريع البرلمان لقانون يجيز له تمديد عمره هذا لا يكفي من وجهة النظر القانونية. اليوم العراق محكوم بأطر دستورية، محكوم بمواد دستورية، الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية، وهذه مادة ثابتة في الدستور. إلغاء هذه المادة أو تمديد عمر البرلمان يحتاج إذا تغيير هذه المادة، وتغيير هذه المادة لا يأتي إلا باتفاق أكثر من ثلثين مجلس النواب على تغيير أي مادة في الدستورية، وثم نذهب إلى طرحها لاستفتاء عام في الشارع العراقي. الحقيقة الخيارين كلاهما أصعب من الآخر. نعم. استمرار البلد بدون برلمان هو الحقيقة فراغ دستوري واضح، والحقيقة نعم. قد يتسبب لنا
في نقص في العملية السياسية أو فقدان لأحد أركان العملية السياسية أو فقدان رغمهم وهو الجهة الرقابية والتشريعية. نعم، لكن سيد أحمد يعني دعنا سيد أحمد يعني دعنا نستوقف عند أو نتوقف عند مصطلح الفراغ الدستوري، هذا المصطلح الذي لربما يكون ضبابيا لدى الكثير من المواطنين العراقيين الذين يتحدثون أو يتم الحديث إليهم بفراغ دستوري خطير في العراق، يعني دعنا نفسر مصطلح الفراغ الدستوري بالتحديد. يعني استمرار الفراغ الدستوري أو كما يقال الفراغ الدستوري هو استمرار عمل الدولة بدون وجود جهة رقابية أو تشريعية، والحقيقة كما قلت لك أختي الفاضلة هذا يتسبب في نقص ركن مهم في العملية السياسية، لكن بالتالي كيف لنا أن نستطيع أن نمدد عمل مجلس النواب وهذه المادة تخالف الدستور بنص صريح وواقعي؟ بالتالي نحن بحاجة إلى تغيير المادة الدستورية أو على الأقل الذهاب للمحكمة الاتحادية لاستفتائها بصورة واضحة وبصورة شفافة في عملية تمديد عمر مجلس النواب من باب المصلحة الوطنية العليا. لا يمكن لمجلس النواب كجهة بمفردها أن تمدد عمر نفسها وبالتالي إلى أجيزة لمجلس النواب هذا الفعل أجيزة للحكومة وأجيزة لأي هيئة أخرى بأن تمدد عمر نفسها وأن تمدد أعمالها دون الاحتكام إلى الانتخابات ودون الاحتكام إلى الدستور. الحقيقة تمديد عمر مجلس النواب يعني مشكلة كبيرة مع الدستور قد تنعكس أيضا سلبا أيضا على العملية السياسية بما لا يحمد عقباه. ربما كان هناك رأي أن تمديد عمر مجلس النواب ومخالفة الدستور هو طبعا ضرب في عمق العملية الديمقراطية في العراق، كيف لأعلى جهة رقابية وأعلى جهة تشريعية في العراق أن يعني تضرب الدستور عرض الحائط وأن لا تحترم، في حين أنها المفروض هي المسؤولة عن صيانة الدستور والمفروض أنها المسؤولة عن سلامة الدستور وسريان مواده وسريان قوانينه على كافة المؤسسات العراقية، ونجدها أنها تخالف مادة صريحة في الدستور وهي تمديد عمر البرلمان لنفسه. أعتقد هذا شيء صعب أن المؤسسة التشريعية العليا في البلاد تعمل من جهة أنها تريد لكن أن سيد أحمد الدستور والقوانين وتريد عملية سياسية صحيحة، ومن جهة أخرى تخرق الدستور. نعم، لكن سيد أحمد يعني ما الحل إذا ما تم تمديد عمر البرلمان؟ نحتاج إلى استفتاء من المحكمة الاتحادية كما تحدثت أو موافقة وتصويت النسبة التي ذكرتها في مجلس النواب. إذا لم يتم تمديد عمر البرلمان ستدخل البلاد في فراغ دستوري، إذا اليوم ما الحل الخروج من هذا المأزق السياسي؟ يعني أنا كما قلت لك سيدتي الفاضلة هو مأزق، لكن على يعني علينا أن نختار ربما الحل الأقل ضررا، يعني الحل الأقل ضررا. كلاهما ضرر، استمرار عمل الدولة بدون برلمان وتمديد عمر البرلمان كلاهما طبعا الحقيقة يضران بالعملية السياسية، لكن أعتقد علينا أن نختار الأقل ضررا للعراق. وربما قد أكون رأيي صريح أن استمرار الدولة بفراغ دستوري لفترة معينة وعدم انعقاد مجلس النواب الجديد لهو أهون تاريخيا وأهون قانونيا وأهون عرفيا أن يخرق الدستور، أن يخرق البرلمان العراقي الدستور، لأنها سوف تعتبر سنة سياسية وسوف تعتبر سنة قانونية، ولا عانينا ربما في المراحل القابلة بأن أي برلمان يجي وأي مجلس نواب يجي يمدد عمر نفسه كيفما نشاء. الحقيقة هاي سوف تكون سابقة خطيرة لتمديد عمر مجلس النواب. هذا مع تأكيدي بأني لا أتفق مع فكرة الفراغ الدستوري، لكن مع ذلك أؤكد أن خرق المادة 56 من الدستور يدخلنا في أن أي جهة من الدولة العراقية تريد أن تمدد العمر نفسها تريد أن تخرق الدستور سوف تؤخذ سنة وسوف تؤخذ عادة، وهذا ما لا نريده الحقيقة. نعم سيد أحمد، وهنا يعني نأتي إلى دور المحكمة الاتحادية التي كما يقول البعض بأنها الفيصل في مثل هذه القضية كما كانت الفيصل في قضية العدوى الفرز اليدوي. دور المحكمة الاتحادية في هذه المسألة تحديدا، يعني أنا قلت لك يا أختي الفاضلة وقلت للمشاهدين الكرام أن المحكمة الاتحادية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة وصاحبة كلمة الفصل في هذه الأمور. طبعا المحكمة الاتحادية هي طبعا مشكلة الكل يعرف من قضاة لهم جلهم ولهم باعهم ولهم شأنهم في المجال القانوني، وأحيانا هم ينظرون إلى جوهر القانون، هم ينظرون إلى روح القانون، هم ينظرون إلى مغزى القانون ولا يلتزمون بالقانون بحرف بقدر ما يلتزمون بروح القانون وهو تحقيق العدالة والمصلحة العليا للبلاد. وأعتقد أن المحكمة الاتحادية إذا ما عرض عليها الأمر بشكل تفصيلي وعرض عليها الأمر بشكل أوسع
ربما ستعالج الأمر بحكمة قانونية وبمواد قانونية وبتصرف قانوني سليم يتجنب لنا الوقوع في أي هفوة من الفراغ الدستوري أو هفوة تمديد العمر. أعتقد أن المحكمة الاتحادية سيكون لها الشأن الكبير، ونحن ننتظر هذا الدور من المحكمة الاتحادية لتلافي أن يكون العراق أن يدخل في نفق مظلم جديد هو لا يتحمل أن يدخل فيه. نعم سيد أحمد، دعنا نتابع وإياك هذا التقرير ونتابع بعده الحوار. سنوات مرت على الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ومن حينها والعراق يمر بأسوأ مراحله على جميع الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي مقاربة بين عراق الأمس وعراق اليوم نجد أن المقارنة في جميع النواحي مؤلمة للغاية. فلم يعد يخفى على أحد أن أهم أسباب التكالب الأمريكي البريطاني على العراق هو الثروة النفطية، وما يملكه من احتياطي نفطي هائل كان سبباً في إحداث ثورة اقتصادية في العراق بعد تأميم النفط عام 1972، بل وحتى قبل هذا العام وبالتحديد في عام 1952 بلغ حجم الديون المترتبة على ذمة بريطانيا للعراق نحو 50 مليون دينار، إلا أنه اليوم وبسبب سوء الإدارة الحكومية لثروات العراق والسياسة الاقتصادية المتخبطة في استغلال الثروة النفطية نجد أن دين العراق العام وصل إلى نحو 132 مليار دولار. ولو تطرقنا إلى الجانب التعليمي فلن يغفل التاريخ يوما عن أن العراق حصل عام 1979 على 5 جوائز تقديرية من منظمة اليونسكو لقضائه على الأمية، وباعتبار نظامه التعليمي من أقوى وأفضل النظم التعليمية في الشرق الأوسط، بل وأنه يوازي التعليم في الدول الإسكندنافية، إلا أن هذا الصرح العلمي انحدر بعد سنوات الاحتلال بحسب ما أكدته تقارير أممية ذكرت بأن العراق أصبح ضمن البلدان الأكثر تخلفا لارتفاع معدلات الأمية فيه. وشهدت الزراعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نهضة واسعة، حيث تم إنشاء السدود الضخمة لخزن مياه دجلة والفرات وإدخال طرق الري الحديثة وتأسيس الجمعيات الفلاحية التي تهتم بشؤون المزارعين. وفي عراق اليوم أدى الإهمال الحكومي لتطوير مصادر المياه إلى تدهور القطاع الزراعي، بل أن هناك محافظات عراقية تفقد شهريا نحو 100 دونم من أراضيها الزراعية بسبب الجفاف. أما الجيش العراقي فقد احتل المرتبة الرابعة عالمياً عام 1990، إلا أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قراراً بحل الجيش العراقي، فأعيد تشكيله وتسليحه من جديد، والآن أصبح يحتل المرتبة 59 عالمياً من حيث القوة حسب تصنيف موقع جلوبال باور لعام 2016. الخطوط الجوية العراقية منذ تأسيسها عام 1945 وهي تعتبر من أهم وأكبر خطوط الملاحة الجوية، ففي سبعينيات القرن الماضي سمحت الولايات المتحدة لطائرات الخطوط الجوية العراقية باستعمال مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك. أما اليوم ومنذ عام 2015 وحتى الآن فقد تم فرض حظر عليها يمنعها من الطيران فوق الأجواء الأوروبية بسبب عدم التزامها بمعايير السلامة الجوية لوكالة سلامة الطيران الأوروبية. الصناعات العسكرية في العراق وفي بداية سبعينيات القرن العشرين كان لها الحيز الأكبر من اهتمام الحكومة العراقية آنذاك، حيث تأسست هيئة التصنيع العسكري التي تم من خلالها تأهيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال. وبعد عام 2003 تم تهميش هذه الهيئة وعدم تفعيل مؤسساتها، الأمر الذي أدى إلى إضعاف العراق عسكريا وفسح المجال واسعا ليتمكن تنظيم داعش الإرهابي من فرض سيطرته على مناطق واسعة في العراق. النظام الصحي في العراق كان قبل 3 عقود من بين أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط، حيث توفير العلاج المجاني وتأسيس عدد من المستشفيات المتطورة، إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق باشرت المستشفيات الحكومية العراقية بتحصيل رسوم الخدمات الصحية من المرضى لأول مرة بعد أكثر من 35 عاما من مجانية الرعاية الصحية التي تتكفل الدولة بتأمينها للمواطنين. السياحة في العراق كانت عام 1973 في ذروتها، حيث كان العراق يمثل وجهة مشهورة جدا للسياح من بلدان مختلفة كاليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفي عام 2014 انخفض عدد السياح الوافدين للعراق بشكل كبير بسبب سيطرة داعش الإرهابي على بعض المحافظات. كل هذه المقارنات التي تفرض نفسها بين الأمس واليوم لا يمكن أن تغير من الحقيقة الثابتة التي تؤكد أن العراق وإن جارت عليه الظروف فلا بد أن يأتي يوم وينفض عنه غبار الزمن ويعود لينهض من جديد ليكون كما كان دائما، عراق التاريخ والحضارة والأمجاد. نعم سيد أحمد، يعني في ظل التجاذبات السياسية اليوم هل من المتوقع أن تخرج علينا حكومة عراقية لديها من الاستراتيجيات والخطط الكفيلة للتقليل من نسبة الفقر
للارتقاء بالواقع التعليمي، لإحياء المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، للارتقاء بواقع الخدمات اليوم في العراق، أم ماذا؟ يعني في البداية الخطط التي ذكرتيها سيدتي الفاضلة هي خطط مهمة، وأنا قلت لك هذه الملفات تنتظر الحكومة العراقية ملفات شائكة وصعبة جدا. نعم. الواقع العراقي واقع مؤلم وواقع مؤسف وواقع فيه الكثير من المعاناة، يعني كما ذكرتي موضوع التعليم، موضوع المدن المحررة من الإرهاب، موضوع الصحة، موضوع المياه، موضوع الأمن، موضوع الكهرباء، يعني ملفات كبيرة جدا تحتاج إلى حكومة لديها استراتيجية ولديها خطط واضحة ولديها القدرة والقرار لمعالجة كل هذه الملفات. يعني لا تستطيع أي حكومة بالعالم معالجة هذه الملفات دفعة واحدة، وربما تحتاج لفترة، لكن على الأقل نحن نحتاج إلى حكومة في الفترة القادمة تضع الأسس الحقيقية وتضع اللمسات الحقيقية للمضي قدما في معالجة هذه الملفات. وأعتقد هذا متوقف على الكتل السياسية ورغباتها في أن يكون الغد العراقي أفضل من اليوم العراقي، أفضل من الواقع العراقي، لأن كما نعرف الحكومة بالتالي هي صنيعة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات، والكتل السياسية هي التي من تضع الوزراء، هي من تضع المسؤولين، هي التي تضع البرنامج، هي التي تضع اللمسات الأخيرة. اليوم الكتل السياسية الحقيقة مطالبة بأن تخرج لنا حكومة تنهض بالواقع العراقي وتنتشل الفرد العراقي من ما يعانيه. الحقيقة المشاكل كبيرة سيدتي الفاضلة، المشاكل لا توصف في دقائق، لا توصف في ساعات. هناك معاناة يعني حقيقية، معاناة في النازحين، معاناة لدى المهجرين، معاناة لدى عوائل الشهداء التي لم يعترف بهم أحد، معاناة الفقر والجهل ونسب البطالة، معاناة نسب الأرامل، معاناة نسب المهاجرين خارج العراق. كما قلت سيد أحمد هي ملفات شائكة ومعقدة. نعم وهي تراكمات الحقيقة. نعم تراكمات جميل. سيد أحمد يعني لضيق الوقت، يعني بعد 2003 نعم، لكن لضيق الوقت يعني سنستعرض وإياك يعني تصريحات لبعض السياسيين العراقيين تتابعها ونترك لك التعليق على الهواء. نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط مبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين سائرون والنصر، والتي تساهم في بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات. وعلى ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل إلى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة. أعلن بعض النقاط التي هي أسس التحالف. أولا، دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي. اثنين، الاستمرار بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة. سيد أحمد يعني أترك لك التعليق. طبعا دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر لتشكيل حكومة عابرة للطائفية وحكومة وطنية وحكومة قوية تنهض في الواقع العراقي هي الحقيقة دعوة من سلسلة من دعوات أطلقها سماحته للنهوض بالواقع العراقي والخروج من المآزق التي كانت نتيجة سياسات خاطئة، نتيجة تفرد بعض الأطراف في السلطة، ونتيجة بعض التقاطعات والخلافات السياسية التي أودت بنا إلى ما هو عليه. أعتقد السيد الصدر أدرك أن مشكلة العراق الحقيقية هي تكمن في صراعات الكتل السياسية وتكمن في تدخلات الدول الخارجية والدول الإقليمية في الشأن العراقي، وتكمن في وجود الفاسدين في السلطة، وهو بالتالي وضع يده على الجرح ووضع نقاط تعالج هذه الأمور أو بداية هذه المشاكل كما قلت لك من التدخلات الخارجية والتدخلات الإقليمية ووجود الفاسدين وإلى آخره سيدة الفاضلة. يعني وبالتالي هي دعوة وطنية حقيقية عراقية يجب على جميع العراقيين الالتفاف حولها. نعم، نستعرض سيد أحمد تصريح آخر. الحكومة العراقية وتابع للقائد العام للقوات المسلحة، ولكن لن نسكت على ضربنا، لن نسكت على ضربنا. الضربة كانت صاروخية واضحة، الآن جاي نحلل الصاروخ من جاي ينطلق، عدنا الآن بقايا الصاروخ، المنطقة شيكناها، لن نسكت على هذه الضربة، ونطالب الأخوة بالحكومة، نطالب الأخوة بالبرلمان العراقي، نطالب القوى السياسية اللي موجودة الآن بالحكومة
أن تتخذ موقف باتجاه أبنائها الذين سقطوا الشهداء في هذه النقطة. لك تعليق أيضا سيد أحمد. طبعا مطالبة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد أبو مهدي المهندس باتخاذ موقف سياسي من قوات التحالف أو أي جهة تستهدف الحشد هو الحقيقة مطلب مشروع ومطلب حقيقة عراقي. الدم العراقي غالي يعني لدينا جميعا وغالي علينا، ولا يجوز أن يسترخص بهذه الجهة، وبالتالي مطالبته في بالكشف عن ملابسات الحادث التي تعرض له أبناء الحشد الشعبي على الشريط الحدود الفاصل بين سوريا والعراقية الحقيقة مطالبة مشروعة، وتأتي ضمن حفظ وصيانة الدم العراقي الذي لا يحتمل أن يراق مرة أخرى، قد يكون عن طريق الاستهداف الخاطئ، قد يكون عن طريق الاستهداف المبطن لأغراض معينة، وبالتالي هي دعوة تنطلق من مطالبة الشارع العراقي بحفظ دماء أبناء الشعب العراقي. نعم، يعني تصريح آخر أيضا. المبادرة هي رسالة دعوة حصرية فقط للعراقيين، يعني لا دولة أجنبية ولا دولة عربية، لغرض إعادة الشيمة والغيرة العراقية اللي موجودة عند كل العراقيين. طبعا الحكومة المحلية ما تستلم أي مبلغ، لكن راعية ومتابعة، وشكر وتقدير لكل من يساهم، اللي ساهم حتى ذا بكلام، اللي ساهم بقصيدة، اللي يقف ينظم أمر، اللي يروح يزور، فهي هذه هي الدعم اللي موجود. سيد أحمد، يعني سيد نفل السلطان في تصريح له، وأترك لك التعليق أيضا. طبعا دعوة يطلقها السيد قال، وهي دعوة كريمة، وإن شاء الله الشيمة العراقية والغيرة العراقية ما تزال موجودة لدى العراقيين، وهي تجسدت في صور عديدة، وهي يعني أكبر صورة تجسد فيه عندما امتزج دم العراقي من الجنوب وربما من الغربية ومن الشمال في الدفاع عن أرض العراق وفي صيانة شعب العراق وصيانة أعراض العراقيات من داعش الإرهابي. يعني الدعوة هي كريمة والدعوة هي محترمة، لكن بالتالي الغيرة العراقية موجودة والشيمة العراقية موجودة والشهامة مزروعة بطعم العراقيين، وإن شاء الله لا تستطيع كل الظروف وكل الصعاب الانتقاص منها أو إزالتها. نعم، سيد أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. تحياتي لكم. مشاهدينا لكم من أطيب التحيات، إلى اللقاء.